طقس مغبر بحدة متفاوتة وانخفاض على درجات الحرارة في المناطق الشرقية وزخات أمطار في جنوب المملكة، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. إذن بدأ تأثر المملكة بموجة غبار قادمة من العراق منذ فجر هذا اليوم، وبالنظر إلى خرائط الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب نجد أن هذه الموجة قد اشتدت في مناطق شمال شرق المملكة، وهي الآن وتندفع الآن إلى المناطق الشرقية والمناطق الوسطى مع ساعات هذا النهار. وبالنظر إلى الخريطة الواردة لدينا هنا في التسلسل الزمني لعبور موجة الغبار على بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية، نجد أن هذه الموجة قد بدأت مع فجر هذا اليوم في مناطق سوريا والعراق، وبدأت بالتأثير على شمال المملكة. وفي هذه الساعات كما شاهدنا سابقا هي موجودة الآن في هذه المنطقة، المناطق الشمال شرقية من المملكة، وهي الآن باتجاهها إلى المناطق الوسطى إلى أن تصل إلى العاصمة الرياض والمناطق الوسطى مع ليل هذا اليوم، وتشتد وتكون ذروتها إلى أن يبدأ تراجع هذا التأثير وهذه الموجة مع ساعات صباح يوم الغد بمشيئة الله. لذلك نود التنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية، ونود تنبيه مرضى الجهاز التنفسي، نتمنى السلامة للجميع. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، حيث تكون الأجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 31 درجة مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 20 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض فمتوقع أن تكون أيام الاثنين والثلاثاء مغبرة، درجة الحرارة تتراوح ما بين 40 إلى 39 درجة مئوية في ساعات النهار، وما بين 28 إلى 29 درجة مئوية في ساعات الليل، إلى أن تبدأ الأجواء بالاستقرار وتبدأ الأجواء تكون صافية في يوم الأربعاء، تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية، وفي ساعات الليل تصل إلى 28 درجة مئوية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد في مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من سكاكا من 32 إلى 23 درجة مئوية، في عرعر من 23 إلى 22، في تبوك من 23 إلى 21 درجة مئوية في ساعات الليل. أما في مكة المكرمة من 44 إلى 28 درجة مئوية الأجواء صافية، في الطائف كذلك الأمر من 33 إلى 23 درجة مئوية، أجواء حارة في المدينة المنورة من 41 درجة مئوية إلى 29 درجة مئوية في ساعات الليل، في جدة هنالك رياح نشطة من 35 درجة مئوية إلى 27 درجة مئوية في ساعات الليل. أما في أبها هنالك احتمال لأمطار وزخات أمطار رعدية من 30 درجة إلى 19 درجة مئوية، في الباحة من 29 إلى 22 درجة مئوية، وفي جازان هنالك غيوم متفرقة لتكون درجة الحرارة نهاراً 34 و 30 درجة مئوية في ساعات الليل. في الدمام رياح نشطة مثيرة للأتربة 36 درجة مئوية نهاراً و 28 درجة مئوية ليلاً، في الإحساء كذلك الأمر من 39 إلى 28 درجة مئوية، في حفل الباطن أجواء مغبرة من 37 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية في ساعات الليل. في العاصمة الرياض أجواء مغبرة، درجة الحرارة نهاراً من 40 إلى 27، في بريدة كذلك الأمر من 36 إلى 27 درجة ليلاً، وأخيراً في حائل من 33 إلى 23 درجة مئوية في ساعات الليل، والأجواء تكون صافية. إذا كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.